في الصغر تعلقنا كتير بأفلام الكرتون، ومن ضمن هاي الأفلام سوبرمان. سوبرمان كان واقع افتراضي شفناه وعشناه وحضرناه في كتير مرات، وكان دائما هو الرجل اللي بنحلم نكون زيه. في أرض الواقع هان في غزة في سوبرمان أنا التقيته، وحابب أنتو كمان تلتقوه. رجل الإسعاف علاء معمر بالنسبة إلي هو سوبرمان. في أثناء تصوير حلقتنا مع علاء معمر رجل الإسعاف سوبرمان، كان هناك استهداف في واحدة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في قطاع غزة، منطقة العطار. حالياً احنا بنرافق علاء والده مجد لهاي المهمة. طبعا عمل ضباط الاسعاف ليس عملا بسيطا، بل في مجادفات، وبنطلع كثير في احداث متتاليه سواء كان من قصف او اغتيالات. نتوجه لمكان الحدث، بنواجه صعوبه طبعا لو في عمليه الاخلاء المصابين بسبب اللي هو عدم توفر الامكانيات وقله سيارات الاسعاف بعد قصف عدد كبير منها. نتوجه لمكان الحدث وبنواجه صعوبات احنا في هذا المكان. طبعا بنعمل انا وابني سويا على سياره اسعاف، بنشتغل في المستشفى ناصر حاليا بعد النزوح، سلمنا نفسنا الاولى دار الاسعاف والطوارئ في مستشفى ناصر. بنشتغل انا وابني يوم بعد يوم، نظام 24 ساعه، بنقوم بدورنا اللي هو العمل الانساني اللي احنا بنفتخر فيه، اللي بنتم انقاذ حياه الناس وبنخاطر بحياتنا لاجل الناس، وهذا واجبنا وامانه ورساله احنا لازم نطبقها على ارض الواقع. من وانا صغير كنت اطلع معه بالاسعاف واروح واجي واحكي له انه انا نفسي اصير يعني ضابط اسعاف زيك. مرت الايام ودرست اللي هو ضابط اسعاف في الهلال، وهيني حققت حلمي وصرت ضابط اسعاف. وانا لما بشتغل الشغل هذا انه انا على قناعه وعلى يقين انه انا هذا الشغل يعني بشتغله متعه، بعتبره يعني رحله، رغم انه كثير بنمر في مخاطر وكثير بنمر في شغلات صعبه وسيئه، ولكن أنا هذا الأمر إنساني بالنسبة إلي ومهنة يعني ماخدها هواية. كنا نحكي إنه علاء مهندس مش رجل إسعاف، نعرف إنه رجل إسعاف لازم يكون سريع، لازم يكون يعني على أهبة الاستعداد في أي لحظة، وهي الصفات أكيد موجودة عندك، ولكن الاهتمام بالشكل العام بالسيارة هذا أولوية عندك؟ طبعا هذا أولوية، كل شخص بيختلف عن الثاني. أنا بالنسبة إلي لسيارتي، بالنسبة إلي للزي تبعي، بالنسبة إلي لشغلاتي، هذه شغلات مهمة جدا ومن أولويات ضابط الأسعاف كشخصية، أنه لازم يكون مهتم في سيارته جاهزة لأي تعامل مع أي حالة. يعني أنا ما بصير أنه أنا أركب سيارة أسعاف أنه تكون أي سيارة وتكون مثلا أجت عمل مع إصابة ما لقيش فيها أدوات أو ما لقيش فيها أكسجين. علاء تعرض للاعتقال زيه زي كثير من يعني أبناء شعبنا. كأب كيف كنت بتشعر في هاي اللحظات، خاصة إنه هو رفيق دربك في مهمة الإسعاف؟ نعم، بالنسبة لعلاء طبعا غير إنه ابني أنا بعتبره صديق وبعتبره زميل. كنا نعمل سويا على سيارة عناية مركزة في مستشفى النجار في تاريخ 22/11/2023. توجه اللي هو ابن علاء بالتنسيق طبعا مع عدة كوادر طبية إلى غزة لنقل إصابات من وجرحى من الشمال إلى الجنوب. وأثناء عودته تم اعتقاله على حجز نت سريم، وقاموا بتبليغي أنه تم اعتقال ابني. ولكن طبعا كانت صدمة، ولكن انتظرت حتى الصباح وقلت يعني يمكن يطلع الحين يمكن يطلع بعد شوية، فما طلعش ابني. نشرت مؤسسات دولية أممية الصليب الأحمر في البحث عن ابني، لقيت أنا بعرفش إنه ابني هل هو على قيد الحياة أم هو معتقل. فترة الاعتقال طويلة مش بسيطة صراحة يعني أنا أثر على عملي، وتقريبا يعني ما تمكنتش أقوم بدوري، لأنه أنا بركب نفس السيارة اللي كان يركب عليها علاء،
وفجأة فقدته جنبي، ما يعني ما قدرتش أنا أسيطر على نفسي أو أواصل عملي. قعدت تقريبا يمكن 10 أيام، بعدين كواجب إنساني يعني قويت نفسي وقلت غير أرجع على عملي هذا. طبعا أنا كتير فقدت من أصدقائي، طلعت من السجن أنا تفاجأت بكتير ناس، تفاجأت بأصدقائي لي، تفاجأت بحبايب إلي، بالرغم أنه من زوج أختي كمان يعني شهيد، أنا كانوا أولاد بنات أختي وابن أختي دايما عندي يعني موجودين، كان وقت أو مقابلة صعبة جدا بيني وبينهم أثناء ما خرجت من الاعتقال وقبلتهم. ولكن برضو أنا لما شفت يعني الوضع اللي بمروا فيه شعبنا في غزة وبمروا فيه بأسوأ من الحالات اللي أنا مريت فيها، إشي طبيعي إنه أنا بدي أتأقلم وبدي أمارس يعني العمل طبيعي جدا وبسهولة جدا، لأنه أنا بالنسبة لي وضعي منيح جدا بالنسبة للناس اللي بتمر فيه. نزوحنا صعب، حياتنا صعبة، الأهل في مكان، إحنا دوامنا في مكان، بنرتب أمورنا في البيت، بنيجي على الدوام، تاني يوم بنرجع بنرتب أمورنا عشان نطلع على الدوام تاني يوم، يعني حياتنا صعبة صعبة جدا، ولكن الواحد يتأقلم ويعيش بغض النظر عن حرب أو مش حرب، برضو بدنا نتأقلم ونعيش، كيف ما تكون الحياة بدنا نتأقلم ونعيش.